السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد ناصر من المنصة الخضراء للاستضافة. في هذا الفيديو سنريكم كيفية امتلاك إيميل شخصي، ليس إيميل تابع لجيميل أو ياهو أو هوتميل، إيميل خاص بك بشركتك. سنشرح لكم بالتفصيل كيفية امتلاك ذلك. بداية تحتاج للذهاب إلى منطقة الدخول أو جميع الخدمات على الصفحة. ستفتح لك الصفحة التالية، صفحة الهوم. تذهب إلى Services، تكبس Control، وتكبس Control أيضا تذهب إلى Domains. إنه يمكنك الدخول على السيرفيس الخاصة بك على لوحة التحكم الدومين الخاص بك من خلال الذهاب إلى Login هنا، أو يوجد طريقة بديلة وهي الطريقة الأفضل للذهاب إلى الدومين المفعل، تضغط عليه هنا مثلا هذا الدومين، ومن ثم تعمل Login to Control Panel، تكبس على هذا الزر تعمل Login to Control Panel. بعدها ستدخل إلى لوحة التحكم الخاصة بك، ستنتظر بعض الثواني ثم تتم تحويلك. وهنا ستجد الخدمات الخاصة بك على Green Backend، Startup Package أو الدومين الخاص بك. تذهب إلى Manage على الدومين، وأيضا تفتح Manage على الهوستنج. لأننا اشترينا باقة استضافة، لدينا هنا إيميلات يمكننا استخدام أكثر من 100 إيميل على هذه الباقة. فلعمل إيميل جديد تذهب إلى إيميل أكاونت، ومن هنا تقوم بعمل إيميل جديد خاص بك. على سبيل المثال info@ahmed. طبعا لا تضغط الات، تدخل فقط الاسم الذي تريده، مثلا info أو admin وما إلى ذلك، ومن ثم تعمل add email. بعد أن تقوم بعمل الإيميل سيظهر عندك بهذا الشكل، هذه هي الباسورد الخاصة بالإيميل. للدخول الإيميل تستطيع عمل إعدادات الإيميل من خلال settings موجودة هنا، وسنريكم لاحقا كيفية تفعيلها في هذا الدرس. أو بإمكانك الذهاب إلى stackmail.com، stackmail.com، www.stackmail.com. تدخل على الويب ميل الخاص فينا stackmail.com، هنا بتدخل الباسورد اللي عملته هنا، وبتدخل ايميل اللي عملته هنا. فهالايميلات مفروض تخزنهم عندك بحيث انهم تعملهم لباقي الاعضاء عندك في الشركة، وبعدين تعمل لوجين. زي ما شايفين الان احنا عملنا لوجين على الايميل على ستاك ميل. بقدر اجي اعمل ايميل جديد compose، بقدر اعمل ايميل جديد بحيث انه ارسل ايميل جديد من خلال لوحة الويب ميل خاص فينا. ممكن تبعت ايميل، ممكن تعمل اتاش لفايلز لحد 32 ميجا، myweb.bs. تقدر تعمل ابلود للملفات. ايضا اذا انت حابب تحط شعار ممكن تعمل سيجنتشر. فعشان تعمل سيجنتشر بتروح على السيتنجز، في عندك اشي اسمه سيجنتشر، تلاقيه في اليوزر انترفيس، في عنا سبيشال فولدر سيرفر سيتنجز، في كومبوزن مسجز، في عنا خيار هنا نقدر نفعل السيجنتشر اللي هو دائما نحط السيجنتشر أسفل الرسالة. طيب وين ممكن نعمل السيجنتشر؟ في عندك شيء اسمه ايدنتيتيز، طبعا هنا الايميل تروح على الايدنتيتيز، هنا بتضيف السيجنتشر الخاص فيك. ممكن تعمل HTML سيجنتشر بحيث انك تضيف صور على التعليق الخاص فيك، وتضيف نص، ارقام تليفونات وما الى ذلك من خلال هاي الصفحة. تعمل بعدها سيف. بعدها لما تيجي تعمل ترجع الايميل الخاص فيك من هنا، تقدر تيجي تعمل كومبوز، ومباشرة السيجنتشر اللي عندك راح يجي بشكل اوتوماتيكي. اذا بدك تظهره بشكل يدوي ممكن تكبس السيجنتشر وهو لحاله يجي هنا في باقة السيجنتشر، تكتب الرسالة الخاصة فيك، وبعدين تكتب الشخص اللي بدك ترسل له، ممكن تضيف بي سي سي سبجكت، تحط الايميل بدك ترسل له، وبعدين تعمل سند ارسال. ممكن ايضا تحفظها في كمسودة، بعدين ترجع الميل،
ترجع باك، وهنا في عندك شو اسمه درافت تحفظها كدرافت، ولاحقا ممكن ترسلها لزبائنك. فهي عندك لوحة تحكم حلوة وجميلة في الإيميلات خاص فيك عن طريق greenbacking.com. أيضا نرجع على اللوحة الموجودة هنا، ممكن نضبط الإعدادات على الأوتلوك وعلى الإيميل بالتفاصيل التالية. طبعا جدير بالذكر أنه لازم ننتظر 30 دقيقة على بين ما نستخدم الإيميل ويكون فعال، فهي شغلة لازم نلاحظها أثناء العمل على الإيميلات. طبعا بعد ما دخلنا على الحساب الخاص فيك على لوحة التحكم الخاصة فيك الموقع، طبعا بإمكانك الذهاب هنا إلى ووردبريس، راح تشوف موقعك من هنا تقدر تدخل عليه. لسه الموقع للزبون فارغ حاليا بيشتغل عليه. في عنا أهم شغلة هو كيف ممكن عندك تضيف إيميلات عندك، فبدك تروح على إشي اسمه إيميل. في عنا هون إشي اسمه إيميل أكاونتس، بروح على إيميل أكاونتس وهنا بضيف الإيميل اللي أنا عايزه أو اللي أنا بدي إياه. فأنا هنا هو مثلا ضايفه أوفيس أت عبادة حج، أنا مثلا بدي أضيف إنفو، بدي أضيف إيميل جديد سميه إنفو أت عبادة حج، وأعمل أد إيميل أكاونت. بساطة جدا، بتضيف الايميل اكاونت الخاص فيك، اد ميل بوكس اللي هو ميل بوكس او بريد الكتروني. طبعا ممكن يكون عندك 100 موظف بصير عندك 100 ايميل. بتقدر تيجي هنا على السيتنجز، راح تشوف السيتنجز الخاصه في هذا الايميل، الباسورد وما الى ذلك. طبعا هاي التفاصيل بتهمك كثير لما بدك تشبك على السيرفر اللي هو انكومينج سيرفر واوت جوينج سيرفر. فاذا في عندك اوتلوك، اذا في عندك اوتلوك بدك تروح تفتح الاوتلوك الخاص فيك. طبعا ايش هو الاوتلوك؟ أوتلوك هي عبارة عن برنامج من خلاله إحنا بنقدر نشبك على الإيميل. ففي عندنا الأوتلوك، في عندك ثاندر بيرد، في على التليفون بيكون عندك إنكومينج ميل سيرفر أوتجوينج ميل سيرفر. هنا أهم شيء إنك تيجي هون وتعرف شو الإنكومينج والأوتجوينج ميل سيرفر عشان تقدر ترسل عن طريق إيميلات. فلو نروح هون على جوجل، تأكد إن الأوتلوك نازل عندك. أوتلوك أنا عندي مثلا هون أوتلوك 2016. في برنامج آخر إذا مش نازل عندك اسمه ثاندر بيرد، تفتح ثاندر بيرد تعمله داونلود. طبعا هي فري داونلود، بينزل عندك البرنامج مش كبير. طبعا اسمه ثاندر بيرد، ننزل فيه هون. خلينا نورجيكم كيف ممكن نشبك على الايميل عن طريق السيتنجز الموجوده هون. فاول شيء بدي الباسورد، خلينا نيجي نكتب باسورد هنا، هاي هي الباسورد الموجوده بنسخها. بروح على الاوتلوك، اذا في عندك اوتلوك كان به عندك هنا، تروح على الاوتلوك أرجوكم إياه كيف. نروح على فايل، بعدين نروح على أكاونت سيتينجز موجودة هين، أكاونت سيتينجز. بعدها بروح على أد نيو، في نيو بضيف مانيوال، بعمل مانيوال، بعمل نيكست، بعمل بوب أو آي ماب، بعمل نيكست. وهون بضيف الاسم مثلا أو بادة، الإيميل موجود إنفو أت، بحط الإيميل هون، بتحط الباسورد، اهم شيء الباسورد. وخلينا نرجع على التفاصيل، من جيب باك التفاصيل اللي هي في السيتنجز هنا، في السيتنجز بالايميل. خلينا ما ننسى الايميل انفو ات، بتضيف الايميل هنا ايميل ادرس، بتضيف اليوزر نيم ونفس الايميل، وهون بنختار بوب او اي ماب. هلا خلينا نشوف الاعدادات الموجوده عندنا على السيرفر اللي هو سيتنجز. بنلاحظ ان احنا بنستخدم اي ماب، بنستخدم ايضا بوب. فيفضل انه نستخدم الاي ماب لانه افضل في مسائل الايميلات، اللي هو باخذ البورت 993. الانكومينج سيرفر اللي هو هيو اي ماب دوت ستاك ميل، فبتيجي هون بتحط انكومينج اي ماب، تاكد ما في سبيسز خلف ولا ورا، اي ماب دوت ستاك ميل. نفس الشيء بنرجع على السيرفر، في عندنا ايضا اوت جوينج اللي هو اس ام تي بي، فبختار الاس ام تي بي وبروح هنا. بعدها بروح على مور سيتنجز، بختار مور سيتنجز من هنا، بروح على الاوت جوينج، بستخدم الماي يوز ماي اوت جوينج، بروح على الادفانس، وهون بنعدل الاعدادات على البورتات. بدك تعدل البورتات، في عندنا في الانكومينج سيرفر البورت اللي بنحكي عنه اللي هو 993، فبتنسخ 993 من هون بتحطها هنا. وفي عندنا الاوت جوينج الاس ام تي بي، هون شو معطيك؟ معطيك الاس ام تي بورت اللي هو 465،
465 اللي هو الاس اس ال، فاحنا بنستخدم الاس اس ال اللي هو احسن في الحمايه، فانا بستخدم الاس اس ال، بعطيه البورت اللي هو اللي مكتوب عندنا 465، فبعمل تشيك ذس سيرفر ريكوير انكريبتد اس اس ال، بعطيه 465 بهذا الشكل. وهنا في عندنا تي ال اس ونن تي ال اس، نختارها يوز ذا فايلنج تايب انكريبتد، اختارها اس اس ال. وهون بتقدر تشيل، خلي الرسائل تظلها على السيرفر موجودة، أو بتقدر تختار بدك تحذفها بعد 14 يوم، يفضل إنك تخليها. وهون نعمل إحنا سيرفر تايم أوت كل دقيقة، خليها كل دقيقة، وبتعمل هون نيكست. هون راح يتم اختبار الإعدادات اللي أنت عملتها، فهون بعطيني لوج إنتو إنكومينج ميل سيرفر، بعطيني كومبليتد، وسنت أتست إيميل مسج بعطينا انه completed، تعمل finish، وهيك بتكون انت عملت ايميل خاص فيك. تقدر تيجي ديو الان نيو ايميل، راح يفتح عندك بهذا الشكل، تقدر تختار الفروم وتختار مثلا فروم عبادة، وروح ابعث من عبادة مثلا على الايميل تو مثلا info@ahmednasir.com، واحكي له مثلا test. طبعا جدير بالذكر انه هاي تفعيل الايميل ممكن تاخذ نص ساعه، يعني ممكن تاخذ نص ساعه بما تقدر تبعت ايميل او تستقبل ايميل، فبدك تكون صبور. اذا ما زبط معك من اوله انتظر نص ساعه بما يتفعل الايميل بشكل رسمي. فانا هون راح ابعث من info@عباده، بعمل سنت، وبعدها طبعا راح يتم ارسال الايميل على ايميل اللي هو info@ahmednasir. اذا بنيجي هون يعني عند الاف الايميلات يوميا، هاي بحكي لك انه تيست انه عبادة بعت لي ايميل، وهي وصل للتيست زي ما انت شايفين. فهيك انت عرفت انه الايميل بعد، جرب اعمل ريبلاي مثلا، اعمل له ريبلاي احكي له اوكي تيست از اوكي مثلا سند، عشان ترد تبعت ايميل، ترد على الايميل انه بعت وكل شيء تمام. فعملنا سند، بروح على الايميل الخاص بعبادة، بروح هون على الانفو، ننتظر قليلا عشان تعمل فيتش للايميل. في عنا هون سند اند ريسيف، تكبس على الكبسة، طبعا اذا ما بعت الايميل بعطيني هون ميل ديليفري نوت فاوند. فهاي المسج طبيعية جدا، لانه الايميل زي ما حكيت لكم باخذ تقريبا نصف ساعة على بين ما يتفعل بشكل رسمي، فعادي بدك تستنى نص ساعة، وبعد نص ساعة ان شاء الله بزبط. اذا استمرت العملية اكثر من يوم ما وصلك ايميل وعملت تيست، تواصل معنا بنحل لك اياها ان شاء الله. بس بالعاده بتاخذ العمليه زي ما حكيت لكم اكثر من نص ساعه بحكم خبرتنا في هذا المجال واعداد الايميلات. فكان معكم احمد ناصر من المنصه الخضراء للاستضافه جرين باك اند. طريقه الثاندر بيرد نفس الطريقه، انكومينج واوت جوينج سيرفر. فانت عندك تو سولوشن، يا بتستخدم اوتلوك، يا بتستخدم ثاندر بيرد، او ممكن تستخدم الويب ميل عن طريق انك تيجي على الايميل. في عندنا هون شيء اسمه ويب ميل، تكبس عليها ويب ميل، باخذك على صفحة خاصة بالويب ميل ممكن تفتح معك. بس احنا ما بنقترح عليك انك تستخدم الويب ميل، بنقترح عليك انك تستخدم اللي هو يعني افضل حل اللي هو تستخدم اوتلوك او ثاندر بيرد، لانه طريقة احترافية اكثر، او تستخدم الموبايل ايميل كلاينت الخاص بالاندرويد او الايفون. فبشكركم أصدقائي المتابعة، أتمنى الدرس يكون نال على إعجابكم ورضاكم. كان معكم أحمد ناصر من المنصة الخضراء للاستضافة greenbackend.com. شكرا لكم مرة أخرى، نراكم في فيديوهات قادمة. myweb.bs، قم ببناء موقعك ومتجرك الإلكتروني خلال دقائق عبر أكثر من 100 نموذج للانطلاق في مشروعك الخاص. اختر شكل الموقع أو المتجر واحصل عليه خلال 24 ساعة فقط عبر خدمة myweb. أصبحت فكرة تحويل مشروعك أو متجرك من مجرد أفكار في عقلك إلى مشروع حي تراه في شاشة حاسوبك وجوالك. قم باختيار نموذج موقعك، وسنقوم نحن بحجزه وتركيبه وضبط إعدادات الحماية والأمان والشراء والدفع وجميع الإضافات التي تؤهل موقعك ليكون مصدر دخل لك. ليس هذا فحسب، بل سنمنحك تدريبا كاملا على كيفية إدارة الموقع والمنتجات والطلبات. احصل على العرض الآن، قم باختيار نموذج موقعك عبر عشرات النماذج الجاهزة ونحن سنتكفل بالباقي. انقر على الرابط الآن واحصل على موقعك الخاص www.myweb.bs.